يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا مصاب بعين تؤذيني وتؤثر علي كثيرا، وقد سببت لي وسواسا قهريا وأمراضا نفسية، فما نصيحتكم لي حفظكم الله؟ نصيحتنا أن تكثر من الدعاء وقراءة القرآن والذكر، وتطلب من أخوانك الطيبين من يرقيك ويشفيك الله سبحانه وتعالى. وإن علمت العاين، عرفت العاين، اطلب منه أنه يقرأ لك أو ينفث لك أو يغسل لك شيء من ملابسك تستحم به. نعم.